اعزائي المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أسرتي للأفضل برنامجنا بيتكلم عن الأسس والعلاقات الزوجية الصحيحة كما رسمها الله في كلمته تناقشنا في الحلقات اللي فاتت عن مبادئ كتيرة ومواضيع حساسة والنهاردة كمان معانا موضوع جديد للحلقة الجديدة هو الخلافات الزوجية معانا ضيف الحلقة دكتور فريد زكي اهلا بيك يا دكتور فريق اهلا بيك في حلقتنا دهيا عاوزين نتناقش مع بعض في بعض الخلافات الزوجيه ايه اسبابها اصبحت الخلافات حاجه من الحاجات اللي بنعيشها يوميا في بيوتنا وبقت موضوع على كل صغيره وكبيره اصبح فيه خلافات فيا ترى ايه اللي زودها قوي وايه اسبابها مم. في البدايه اقول ان في سبب عام ما بننتبهش ليه وهو البعد الروحي للاسره في علاقتها مع الله يعني الاسره مش ممكن تنسجم في مسيرتها مع بعضها بدون نعمه من الله وبدون اعطاء للرب مكانه في الاسره فاذا اهمل الكتاب المقدس اهملت الصلاه لا مذبح عائلي أهملت الكنائس وحضور الاجتماعات هتتوقع ايه مع عالم بيضغط بشده وبيستهلك الزوج والزوجه والولاد بيواجهوا تحديات خطيره هتكون النتيجه ايه ان يكون في خلافات باستمرار بس عايز اقول في البدايه خلينا من فضلكم نفرق بين كلمه خلافات وبين اختلافات شيء طبيعي جدا ان يكون في اختلافات في اسلوب التفكير بين الزوج والزوجه في الشخصيه الخلفيه اللي كل منهما جه منها النظره للامور لكن الحقيقه الله في حكمته لما بيجمع شخصيتين مش متطابقتين وده دايما بيكون الله بيجمع شخصيه ومع شخصيه تاني ما هياش نسخه كربونيه منها ما هياش فوتو كابي منها لكن هو في حكمته بيجمع شخصيتين مختلفتين علشان يكملوا بعض ينسجموا مع بعض علشان يوم ورا يوم يزداد الاتحاد بين الاتنين بس ده ليه شروطه أي. لما ما بننتبهش للحقيقة دي بتبتدي تحصل بعض الخلافات اللي لو اتعالجت في أولها بتنتهي لكن لو اتثابت بتكبر جدا طيب نقدر نفندهم يعني نبتدي ايه هي انواع الخلافات دهيت ونشوف امثله ليها فعلا حقيقيه أنا بشوف أنه أول شيء أبتدي بطريقة التفكير طبيعي أن يكون الزوج ليه أسلوب تفكير والزوجة ليها أسلوب تفكير هنا بقى الـ الـ الجهاد في الحياة الزوجية أنه إزاي أنه يحاولوا هما الاتنين بنعمة من الله وبمزيد من التواصل التواصل الانفتاح على بعض المشاركة مع بعض ازاي بيكون في وقت يقعدوا فيه مع بعض؟ التواصل ده مهم جدا جدا. اكيد في الايام ده هي يعني دي واحده من الاساسيات انه يكاد التواصل بيكون انتهى بين الزوجين بسبب الساعات الطويله للعمل ثم مسؤوليه الاولاد في البيت ثم كمان في تنافس على الاتقان، الزوج عاوزه تكون كل شيء متقن، الزوج عاوز ان شغله يكون بيتقدم. فاصبح ما فيش وقت في ليهم لبعض مع بعض أيوة. فتقريبا نقدر نشوف انقطع التواصل بينهم وهو ده اهم حاجه في الحياه الزوجيه انا هرجع للاساس الاولاني لل... للكتالوج بتاعنا كلمه الله ونتفرج على النموذج اللي الله حطه في البدايه ما هو الهدف الرئيسي من الحياه الزوجيه إيه لماذا اوجد الله مشروع الزواج مش للانجاب اساسا لكن لرفقه اثنين. مع بعض شخصيتين متقاربتين معين نظيره التفكير متقارب في محبة بينهم في حديث متبادل بينهم في شركة في كل المجالات روحيا وعاطفيا وجسديا بينهم فإذا التواصل توقف يبقى الغرض الرئيسي من الزواج هدم ده صحيح طب هل نقدر نقول أن بيبقى في شكل للتواصل بس هو نوع من التواصل نقدر نسميه يعني تواصل سلبي او شكلي من بره كان في اتنين عايشين تحت سقف واحد بس كل طريقه الاتصال بيهم خاطئه اه تواصلهم مع بعض تواصلهم مع بعض خاطئ طبعا ده اللي بيحصل والحقيقه في حاجات بسيطه مش بتراعى في البيوت بتؤدي الى تقطيع قنوات التواصل زي في الكلام الكلام ده بيلعب دور كبير قوي يعني الكلام الصعب او الجارح مثلا الرجل وهو بيتكلم لو كلامه دايما قاسي خالي من نبره الرثاء والحب والعطف وتوقفت كلمه انا بحبك لزوجته راحت او بتتقال بشكل شكلي الكلام ده مهم جدا الكتاب المقدس بيقول لنا في سفر الامثال الكلام الحسن شهده عسل حلو للنفس شفاء للعظام لما بيستبدل الكلام الحسن بنقد زوجة بتنتقد زوجها باستمرار او بت... او زوج بينتقد او بينتقد او هو بينتقد توجيه اللوم احدهما للاخر التانيب على اي غلطه بتتم طبعا ده بيقطع على طول التواصل بالظبط بيستبدل بنوع من السخط ومن نوع الغضب لانه كمان الايه بتقول ان الكلام الموجع يهيج, يهيج الصخط. الصخط. فاذا انا اخذت نقد هيكون رد فعلي هو هرد بكلام موجع أكتر وده هيهيج زوجي ف كل تواصل بيننا والكماله للايه انه الجواب اللين يصرف الغضب صحيح يعني في اوقات توتر لو بس في كلمه حلوه او جواب لين بين الامور وده واقع. ده واقع عايشناه في بيوتنا وشفناه في اسرنا انه لما بيكون طرف ساخن ومتوتر وكلامه صعب ويقابل من الطرف الاخر بجواب لين انتهت الامور. انتهت طبعا. طبعا دي محتاجه حكمه وتدريب. حاجه تانية بتؤثر جدا على التواصل الازدراء. السخرية التهكم خطير جدا لما يكون زوج بيتهكم على زوجته خطير جدا أن يكون عايز يقول ملحوظة عايز يواجهها في حاجة فيقولها في قالب سخرية قالب تهكمي ولا سيما ان كل مننا يعني كل من الزوج والزوجه بيبقى ليهم نقط ضعف ونقط قوه فاذا واحد منهم استخدم نقطه الضعف علشان يزدري بالاخر بدل ما يشجعوا او يساعدوا على التقدم للامام مزبوط. فدي هتكون النتيجه هو قاطع التواصل بينهم لان بيجي عند نقطه الضعف وبيدوس عليها اكتر اضيف حاجه ثالثه عدم الصدق والشفافيه لما كل طرف بيخبي على الثاني حاجه دي هدامه للتواصل لازم يكون في شفافيه في كل الامور والزوجين ويب... آه... يتعلموا الم... الموضوع ده من البدايه من بداية الحياة الزوجية ما فيش حد بيخبي عن التاني حاجة أو بكلمة كمان أنت قلت عدم الصدق عدم الصدق عدم الصدق يعني بالعربي كده الكذب طبعا ودي الحقيقة أنا بحسها دي واحدة يعني كارثة كبيرة لو واحد من الزوجين بيكذب على التاني يعني اذا كذب مره واتفتشت ومره واثنين وتلاتة هو كده اتشرخ كل حائط الثقه بينهم مزبوط. فايه لما هو هيقول كلام او هي هتقول كلام هيبقى موضوع شك باستمرار لانه في لغته في كذب بالظبط بلا شك انه الشفافيه الوضوح كمان ده جو صحي في تربيه الاولاد يعني الاولاد اللي يتربوا في بيت في الاب والام اتعودوا باستمرار على الوضوح وعدم اخفاء شيء دول بيطلعوا نفسيا سويين عندهم اتزان نفسي رائع وبيطلعوا يتعلموا كده كده. بس هنا انا سمعت من بعض السيدات يعني بيقولوا انه ده غصبا عني لان هو لو عرف الموضوع دون هيثور او هياخد تصرف شديد وممكن تصرف ده دل... يعني لو خطا من الزوجه حدث خطا منها او خطا من الاولاد او في شيء معين حصل في البيت فالزوجه بتحاول انها تخبي وبتحاول انها ما توصلوش لانه لو عرف هي عارفه رد, رد فعل. فعله الشديد بعتقد في فرق بين ان يكون دي ده شيء استثنائي لانه الحاله تتطلب عدم كشفها وبين ان يكون ده توجه اه اه يعني في مواقف اه مش لازم الزوجه يعني بتبين كل حاجة لو عارفة رد الفعل لكن من الجانب الثاني الطابع العام للعلاقة أنها علاقة تتسم بالشفافية وأعتقد ممكن تنتقي وقت آخر وتقول فيه بس بعد ما تحس أن الزوج هدي مظبوط أو هو مرتاح فتقدر تبلغه الخبر أو المشكلة بطريقة هادية أعتقد في عنصر آخر في المهم للتواصل هو أنه نتجنب الصمت وتجاهل كل للآخر ده خطير قوي دي بتهدم الـ الـ القنوات المفتوحة ده الحقيقة يبقى بقى ما فيش تواصل خالص يعني, آه. وأنا يعني شفت أحيانا تفضل أنا شفت في بعض البيوت أن الزوجة بتستخدم ده سلاح كبير عشان آه. تغيظ به الزوج آه. انها تصمت وتمتنع عن الكلام او تدخل من بره وتدخل على اوضتها مباشره وتمتنع عن الكلام معاه وكانها عاوزه تادبه بالاسلوب دوت ايوه او ربما احيانا هي مجروحه منه في موقف ف يعني مكسوره انا معاكي ان ممكن يكون اسلوب تاديب لزوج واحيانا بيكون صعبان عليها قوي منه وانا اعذر الزوجه في الوقت ده لو تصرفت بهذا التصرف لكن من المهم زي ما الكتاب قال لا تغرب الشمس على غيظكم هفترض هفترض ان ده حصل ان هو جرحها وهي مش قادره تتكلم يعني يعني انكسرت من المهم انه قبل نهايه اليوم تعاتبه حتى لو هو ما كانش واخد باله لازم يكون عندها الشجاعه وتاخد مبادره صنع السلام طوبى لصانع السلام انا كمان الحقيقه يعني بتذكر انه انت قلت نقطه مهمه أوي انها تعاتبه تعاتبه لانه مرات بيكون سبب قطع الكلام او قطع العلاقه او قطع التواصل مع بعض هو الظن ربما هي وصل لها تليفون معين او سمعت كلمه معينه وبنت في تخيلها قصه كبيره ظنون عن الزوج نا. وهو يكون بريء من كل التهم دهيا وهي على الاساس دون بنت واستنتجت انها هتقطع العلاقه معاه لكن هنا زي ما قلت أن دور التصارح والتفاتح مع بعض هيهدم حيطه الظنون دهيا 100% 100% كمان من الامور اللي توقف التواصل الاستبداد بالراي والعناد الاستبداد بالراي ده يشتهر بالرجال والعناد تشتهر بالنساء فالرجل المستبد برايه او المصمم على رايه ده رجل مش بيدي فرصه ان زوجته تتناقش معاه وده بيقطع خالص خطوط التواصل اكيد هي تحس أنه هي مديره هو مدير وهي مجرد سكرتيره او اقل او مش شركاء واحدة. مش شركاء, مش شركاء شركة في الحياة. وده يقابل من المرأة إذا ما انتبهتش إلى نوع من العناد يعني العناد التصميم برضو في رأيها بس بأسلوب آخر كرد فعل للسيطرة آه بالظبط ويؤدي إلى الخصام الكتاب بيحذرنا من المرأة المخاصمة لأن المرأة المخاصمة كالوقف المتتاب كتاب كلمنا كتير عن المرأة الحاردة يعني الحاردة يعني اللي بتمسك غلطات زوجها عامله زي حكم في ماتش كوره فوتبول فوتبول في الشرق الاوسط يعني وسكر في الغرب ماسك صفاره وكل ما يشوف خطا ارتكبه اي لاعب يروح مصفر فدي المراه الحارده ومخاصمه كمان ده وضع مش مظبوط ده بيقطع خطوط التواصل تماما طيب انا عندي سؤال الحقيقه هنا انت ذكرت حاجه عن التصارح او التعاتب ايوه فهل نقدر نقف وقفه لان دي حته برده حساسه ومش دايما سلسه عندنا نتيجه ان كل واحد بيخاف على كرامته وعزه نفسه فموضوع ان احنا مين يفتح العتاب وايه طريقه العتاب وطريقه ازاي نتصارح لغايه ما نوصل نحنا نصفي المشكله ده هي <applause> الحقيقه ما فيش قانون يقول مين اللي يبتدي في الاول لكن بحسب ما علمنا المسيح من تعاليم ساميه جدا عن الغفران قال لنا ان اخطا اليك اخوك فاذهب وعاتبه يعني اللي يعاتب اللي اخطا في حقه ولا اللي غلط لا اللي أخطأ في حقه طبعا عكس مفاهيم الناس طبعا هو غلط في حقك لازم هو اللي يجي يعتذر لك المسيح قال خد انت المبادرة دايما تعليم المسيح تعليم ايجابية رائعة هو غلط في حقك روح انت وعاتبه والهدف من العتاب ان انت تربحه يعني عتاب باسلوب ما هوش اسلوب هجومي او ادانة او اداني لكنه عتاب باسلوب ربح انا رايح اعاتب عشان اربح هكذا الزوجة بتروح للزوج واسلوبها اسلوب محبه اسلوب عتاب علشان تعود العلاقه بينه وبين بعض بس تختار التوقيت المناسب أي. تختار الطريقه المناسبه اللي تقدر تكلمه فيها لازم العتاب بشكل ده هيجيب نتيجه اذهب وعاتبه لكن بالنسبة... إن سامع سوري فضل. كمالت الايه ان سامع منك فقد ربحت اخاك حلو قوي دي يعني المسيح هنا بيركز على نقطه ايه هي اربح الطرف الثاني طيب ده بالنسبة لو اخطئ في حقي طب لو أنا أخطأت مبدأ تاني علمهن المسيح إن قدمت قربانك إلى المذبح وتذكرت أن لأخيك شيئا عليك اترك قربانك واذهب أولا اصطلح مع أخيك بمعنى انت تذكرت انك غلطان في حق الطرف الثاني اعمل ايه سيب القربان وروح أنت اصطلح لاحظتي انه في الحالتين روح أنت فاذا انت اللي اتغلط في حقك روح واذا اللي غلطت روح تخيلي بقى زوجين عاشوا المبادئ دي اكيد ما خلوا البيت سما مش هيخلوا مجال ان الخلاف يستمر مش مصبوع. هيطول مصبوع. والمرارة مش هيكون ليها مكان أي. يعني هو عنده تسلح بالنية دي وهي كمان انه لو هو غلط يقول لها اسف وبالمناسبة دي من الكلمات اللي ضروريه في الحياه الزوجيه من انا بعتبرها من الكلمات اللي تحفر بذهب في الحياه الزوجيه كلمه انا اسف بس هل دي سهله على الرجل؟ انا اعرف انها سهله على الرجل المراه الر... لكن مش سهله على الرجل ان هو يوصل ويقول انا اسف او انا بعتذر صدقيني مرات بيبقى الكلام صعب عليه آه الرجل آه. الناضج اللي مستمد قيمته من علاقته مع الله ومن حياته وعلاقاته الصحيه مع الناس ومن نجاحه في عمله الرجل الناضج لا يعتبر كلمه انا اسف انقاصا من قدره اطلاقا والحقيقه ما فيش زوجه شافت الزوج بصدق بيقول لها انا اسف وهينزل في عينيها بلا شك دي بتدوب اي تعب بالنديل. لكن النعره اللي موجوده عند بعض الناس لا انا ما اقولهاش انا اسف ده بتنم عن فراغ داخلي وعدم نضوج بتنم عن قصور في الادراك وبتنم عن طفوله مراهقه فكريه بس يمكن بعض الرجال بيقولوا ان احنا نعبر عنها بـ 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 بافعال يعني مش لازم اللفظ نفسه انا اسف او انا بعتذر بيحاول ان هو يعني بعد ما ادرك خطأ انه يعبر بطريقه تانية برضه فيها حته اعتداد بالذات وكبرياء. ايه الغلط انه اذا كان تسبب في الم لزوجته الكتاب بيعلمنا كده انت تسببت في الم رد أي. لما نقرا في العهد القديم والعهد الجديد الهنا العادل واضح جدا يحب العدل زوج جرح زوجته بتصرف او بكلمه الله بيقول له انت غلط روح 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 اعتذر روح رد عن الخطا اللي انت ارتكبته ده كانه دين روح سدد الدين اللي عليك فالحقيقه الكلمه دي انا اسف عايز اضيف لها كلمه ثانيه يعني بعد انا اسف ما يكونش بقى فيه قطيعه لكن انا بحبك الكلمتين دول لا يغادرا ولا يفارقا اي علاقه زوجيه انا اسف وقت الغلط انا احبك بعدها وفي الاطار ده العلاقه الزوجيه هتبقى لينه طريه خاليه من الخشونه وخاليه من الجفاف. وهل بالنسبه للمراه برضو نفس الشيء؟ يعني شك. اذا قالت انا اسفه لازم تؤكد كده بافعال بعد بقى كده طبعا آه. انها بالمحبة. مش مجرد لانه سمعتها من ناس كتيرة انت عاوزه سوري انت عاوزه اسف طيب انا اسفه. يعني حتى الطريقه بتبقى بتقول انها مش معناها انها اسفه يعني حاجه علشان تسكت زوجها طيب خد انت عاوز ان انا اقول اسفه فانا بقول لك اسفه وخلاص لكن متهيألي مهم ان بعد العتاب وبعد كلمه اسفه ان افعال تؤكد فعلا عشان يظل التواصل وجريان الميه من جديد العكس بقى لو ما حصلش يعني اعتذار او عتاب هتكون نتيجة انه بيحصل تراكمات داخلية ولما يحدث موقف بين الاثنين يمكن بعدها باسابيع تلاقي ان الاطراف ذكرت بعضها طلعوا الفايلز القديم فاكر انت يوم الموقف الفلاني ده اللي بيسميه كتاب جذر مراره جذور المراره آه. مرارة. وهي يعني وهو يقول لها هو انت فاكره التصرف او الموقف الفلاني استرجاع الملفات السابقه أي. خطا شديد جدا على الاثر من اخطر ما يكون عايز اقول خلينا نتشبه في علاقتنا مع بعض كأزواج وزوجات بأعظم مثال إلهنا في غفرانه لنا يقول إيه وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم تطرح في أعماق البحر آية تانية فإنك طرحت وراء ظهرك كل خطاياي كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا الايات دي بتعلمنا انه خلاص انسى اللي فات لا استرجعه ايوه وبعد كده هو هل لو تكرر الخطا تاني ونفس نوع الخطا وانا شعرت كزوجه انه زوجي يعني هو رضاني في الموقف بس ما زال في نفس الغلطه او نفس الكلمات الجارحه ليا باستمرار او نفس التجاهل او الازدراء اي واحده من اللي قلناهم قبل كده في التواصل ايوه فايه يكون تصرفي انا كزوجه ايه اللي المفروض اعمله آه برضو الاقتراب من الزوج بكل يعني موده وتوجيهه في الامر ده ما طبعا احنا مش كائنات كامله احنا كائنات ناقصه جدا ومتوقع تكرار الخطا كثيرا ومرارا عديده لا غرابه فمحدش في الاثنين يفترض ان التاني كامل هذه نقطة مهمة نحطها في فكرنا باستمرار كل منا مليء بالنقائص والعيوب في رسالة روميا أصحاح 15 أنا عايز أقرأ بعض الآيات اللي بصدد الكلام اللي أنت قلتيه دلوقتي ربما تكون قواعد أساسية في نجاح التواصل رميه 15 فيجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاء ولا نرضي انفسنا واخد بالك ولا نرضي أنفسنا أدي أساس العلاقة الزوجية أي. المحبة لا تطلب ما لنفسها. لنفسها والقوي اللي شاف نفسه قوي يحتمل الآخر يحتمل الأضعف فليرضي كل واحد منا قريبه للخير لأجل البنيان خليني أبني شريك حياتي بإيه؟ بكلامي بأفعالي بخدمتي لي بتصرفاتي أبني أيوة. أبني أبني روحيا أبني نفسيا ما أي أيوة لأن فعلا من الكلمات الهدامة اللي ممكن واحد يقولها في الوقت دوة ما أنت طول عمرك كده أنت مش هتتصلح أنت إذا مش بس كلمته عن الخطأ لكن كلمته على شخصيته إن هو شخصيته مش هتتصلح ابدا. طبعاً يحط الرسول بولس لان المسيح ايضا لم يرضي نفسه. أي بل كما هو مكتوب تعييرات معيريك وقعت عليه. ثم يقول لذلك اقبلوا بعضكم بعضا كما ان المسيح ايضا قبلنا لمجد الله. قد ايه ده شعار رائع للاسره المسيحيه. صحيح. اقبلوا بعضكم بعضا. على أي قياس كما أن المسيح أيضا قبلنا بمعنى لقد قبلنا المسيح بعيوبنا قبلنا بضعفاتنا قبلنا بأخطائنا قبلنا بنقائصنا قبلنا بخيانتنا لي ولم يرفضنا قبلنا أي. اللي تمتع بقبول المسيح ليه يقدر انه يقبل شريك حياته الضعيف اللي مخطئ، اللي فيه نقائص، اللي بتتكرر اخطائه. المسيح قبلني ويقبلني وسيقبلني، قبول غير مشروط. فلماذا انا لا اقبل شريك حياتي قبول غير مشروط؟ الحقيقه لما انت ذكرت حته اقبلوا بعضكم بعضا دهيا انا تذكرت ان في كثير من الايات في العهد الجديد عن بعضكم بعضا. يمكن الواحد اتعود انه يطبقها على الناس اللي معانا في الكنيسه او في المجتمع لكن قليل قوي ان احنا نفكر ان احنا نطبق الكلمات دهيا على بعضنا مع بعض نعم. انا اتذكرت الايه اللي بتقول كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض شفوقين متسامحين فعلا ربي ساعدنا ان احنا نعمل كده ان احنا نطبق الايات دهيا في حياتنا وفي اسرنا شكرا دكتور فريد للنصائح الغالية اللي احنا سمعناها النهاردة والتوضيح في هذا الموضوع الحساس أحبائي المشاهدين نرجو أن أنتم تكونوا تمتعتوا معنا ببعض هذا هذه النصائح وهذا الوقت في الحلقة دهيا وإلى أن نلتقي في وقت آخر نصلي لأجلكم الرب معك